السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. كنا كنبغيو نعطيو لوليداتنا شي حاجة تكون صحية. دابا الدخول المدرسي والوليدات شنو يديو معاهم الغداء. شاركت معكم هاد خبز ديال ساندويتش ولا ديال هامبورغر، هكا الوليدات المدرسة، ديال الدقيق الكامل بالنخالة ديالو. كيجي زوين. انا وليداتي ما كيبغيوش يكون اغلط، يعني كنديرهم على هذا الشكل هذا، واللي كيبغيهم انه يكونوا شويه منفوخين ما يقرصهمش. كتشوفوا راه كيجيو خفاف، ما كيجيوش مدقسين بالدقيق الكامل اللي بالنخاله. هكا تحتفظوا بهم في المجمد وتبقاو تجبدوا وتصاوبوا سندويتشات هكا لوليداتكم ولا حتى ليكم نتوما الخدمه. كيما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا، انا عندي الدقيق الكامل اللي بالنخاله ديالو، كناخذو من الطاحونة، يعني 2 كيلو دايرة 15 درهم كيما شفتو معايا. كناخدو كامل يعني بالنخالة، كنقول عطيني بالنخالة. هنا كناخدو من الطاحونة اللي في سلة جديدة، الناس اللي كيعرفو الطاحونة هي بالنخالة ديالو، يعني بالغليظة ورقيقة، يعني ما مغربلش. هنا فارينة، هذه فارينة البلدية، هذه كندير بها المسمن للوليدات، وكنديرها حتى مع الخبز هكا باش نخفف شويه الخبز. هنا مع صوبه المسمن للوليدات، انتم كتشوفوا البلاطو راه حدايا دايره فقط الفينو وفارينه والدقيق ديال الزرع اللي غربلته فداك الغربال الرقيق. يعني هاد التحضيرات كلها كنحضرها قبل باش انا كنعطي لوليداتي الفطور ولا الكوداي، يعني يكون عندي داك الشيء واجد. هنا خديت الدقيق ديال الزرع الكامل، غندير 800 غرام، يعني المجموع يكون عندي كيلو، غندير 800 غرام ديال الدقيق الكامل بالنخالة ديالو، وعنضيف 200 غرام ديال الفارينة اللي وريتكم. يعني معليش نستعملو نهائيا الدقيق الأبيض، يعني شوية بشوية كنحاولو ندخلو لوليداتنا هكا ثقافة ديال أنهم ياكلوا خبز بالدقيق الكامل، يعني ينساو الخبز يكون أبيض. يعني انا كنحاول وليداتي انهم الحمد لله الدري اللي كبر راه كيفهم وكيعرف شنو هي التغذيه الصحيه، واللي شويه في فتره المراهقه شويه كيكون ما بين وبين، كنحاول انني نقنع وليداتي وانهم ياكلوا يعني الخبز اللي كنعطيهم. كما شفتوا معايا هذه هي فارينه، درت 200 غرام ديال الفارينه البلديه اللي كتكون فيها واحد النخاله رقيقه، وهنايا 800 غرام ديال الدقيق ديال الزرع اللي بالنخاله. هنا غندوز ناخذ كميه ديال الحليب، غناخذ 200 غرام ديال الحليب بارد من الثلاجه، ولكن عندي الماء اللي هو سخون اللي غلي، ماشي غليان، يعني كيكون فايت درجه الحراره حيت دايره الحليب بارد، غنضيف عليه الماء اللي يكون شويه سخون. يعني معليش ندير فقط الحليب، غندير الحليب والباقية غنكملها حتى نوصلها 600 غرام ديال الماء، يعني بين الحليب والماء صافي. كنبقى كنزيد كنزيد حتى كنشوف انها وصلت 600 غرام ديال الماء. الماء يعني شوفوا درجة الحرارة، يعني ما يكونش سخون بزاف باش ما يسخنش لكم الحليب باش كتجيو تعجنوا، يكون درجة الحرارة يعني كتخشيو صبعكم كيكون دافي باش ما يخسرش لكم المفعول ديال الخميرة. يعني هذا هو القياس اللي خديت. غناخذ واحد البيضه، غنحتفظ بالصفر ديالها اللي عندهن به الخبز ديالي، والبياض غنضيفو للعجين، وغناخذ واحد المعلقه صغيره ديال العسل. انا عندي عسل ديال الليمون، دابا الحال باقي سخون، خديت 2 معلقات صغار ديال الخميره فوريه. يعني اللهم نصوب هكا الوليدات خبيز كنعرفو شنو حاطين فيه، او هذاك اللي كيتباع كيكون فيه مواد حافظه وفي واحد الريحه اللي هي قويه وماشي صحيه. هزيت من الدقيق اللي كنت دايره في العجانه، هزيت 2 معالق ضفتهم على الكاس، وغنضيف هنا كنقلب الحليب واش بارد ولا دافي. خديت واحد الكويس اللي هو صغير ضفته في هذاك الكاس الكبير اللي فيه العسل والخماره وواحد 2 معالق ديال الطحين، غنخليهم على جنب حتى انه تفاعل ليا تبان ليا الخميره بدات انها كطلع، تما كنعرفوا الخميره ديالنا راها مزيانه. صافي غنكبت كلشي غنديرو في العجانه، واللي ما بغاش يعجن فقط في القصريه غير هي شويه كتبغي دليك،
يعني تقريبا خليت واحد 5 دقائق وهي كتدلك. الملحة ما درتهاش في الأول، الخميرة هي بدات انها كتطلع، هذاك البيض ديال البيض غنضيفه للطحين ديالي، وغنبقى نضيف الماء شوية بشوية وهي كتعجن، يعني ما نضيفوش الماء كله مباشرة، يعني كنضيف نص الكمية ديال الحليب مع الماء ونخليه العجينة كتخلط، ومن بعد كنخلي واحد شوية ديال الماء في الاخير حيت غنضيف الملحة، ومن بعد خصني نزيد شوية ديال الماء، غنخلي العجينة كتجمع، واهم حاجة انها كتبغي الدليك، انا تدلك مزيان مزيان، وكنضيف شوية شوية الماء، كنخليها تتبدي انها تجمع. هنا زدت هذيك الخميرة اللي تفاعلت ليا، زدتها وخليتها انها تجمع ليا العجينة. هنا ضفت هذاك الحليب والماء، وعندي معلقة ديال الزبدة غنضيفها في الاخير، صافي كنبقى نضيف الماء شوية بشوية، داك الماء مع الحليب، ونخلي العجان انها تعجن، ومن بعد كنزيد واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة، وكنزيد لحساب واحد جوج معالق ديال الماء، ونخليها تدلك مزيان مزيان. كما قلت لكم هذا الخبيز هذا كيبغي انه يتدلك. من بعد ضفت معلقه ديال الزبده، اللي مبغاش يدير معلقه ديال الزبده يدير جوج معالق ديال الزيت البلديه، صافي خليتها انها تدلك ليا مزيان العجينه. كما قلت لكم راه خليتها واحد 5 حتى 6 دقائق وهي كتدلك، العجينه كتكون مجموعه ماشي قاصحه وماشي مرخوفه. صافي خليتها تدلك مزيان مزيان حتى دخلت فيها هذيك المعلقه ديال الزبده. كما شفتوا معايا الشكل ديال العجين على هذا الشكل هذا، غنغطيه خليتها تقريبا واحد 30 دقيقه، حيت كنت يلا قديت المسمن وداك الشيء خليتها خمرت على خاطرها. كما شفتوا العجينه كتجي على هذا الشكل، خليوها تخمر مزيان. انا يا راه خليتها فات فيها شويه الخميره كي درتها في اللاطه، نتوما ردوا لها البال. من بعد غنقسمها على جوج، نص الكميه غنديروا خبز ديال الهامبورغر او لا خبز ساندويتش، ونص الكميه غنديرهم على شكل باغيت هكا نحضر فيه الوليدات هكا صدر ديال الدجاج، يعني نشحرو ولا ندير ليهم كل مره شنو، ولا شويه ديال الكفته ولا كل مره شنو ندير ليهم، يعني بالنسبه للوليدات اللي كيديو معاهم الغدا للمدرسه. صافي استمريت على الطريقه هذه، قطعت الكميه وكنكورهم بحال هذا الشكل هذا، يعني صافي كنجمعهم لتحت وكنحطهم في اللاطه. كما قلت لكم الا بغيتو يجوكم منفوخين ومكورين، اللي كيبغي شويه ديال البابا يخليهم بلا ما يقرصهم، وانا بالنسبه ليا وليداتي ما كيبغوش ليا البابا في الخبز، يعني كيبغيو تكون الخبزه، يعني ما ياكلوش كميه كبيره تاني ديال الخبز والبابا. صافي بقيت بحال الطريقه هذه، وكنقطع الكويرات باش يجيوني قد قد، واللي بغات ديرهم في الميزان باش يجوها تقاده وحده ديرهم في الميزان وتعبرهم. اما الشكل الثاني ديال الباغيت تقدروا انكم ديروهم صغار الا جاوكم انهم كبار، يعني تقسموا هذا العجين على جوج وديروهم ميني باغيت يكونوا صغار. صافي بقيت كندير ليهم على هذا الشكل هذا، وكنحط في اللاطه، تكملت الكميه كامله بحال هذه، غنعمرها وغنقسمها على جوج ونحطها لولدي في البواطه. اهم حاجه الخبز الدقيق الكامل، يعني كيشبع ماشي بحال الدقيق الابيض، شحال ما بعدنا من الدقيق الابيض يكون احسن لا لينا ولا لوليداتنا، هذاك الشيء اللي كنبغيوه لينا نبغيوه حتى لوليداتنا. صافي بقيت استمريت على الطريقه هذه، تكملت كميه كامله ديال الخبز، هذا كيلو ديال الدقيق خرج ليا جوج لاطات كما شفتوا معايا هنايا، غنقرصهم انا، ولا بغيتهم انهم يجيوكم منفوخين وطالعين بلا ما تقرصوهم وردوا معاهم البال حيت خمروا مزيان في العجين الاولى، انا كنت مشغوله ودازت ليهم شويه الخميره، يعني فات القياس ديال التخمار ديالهم. صافي خليتهم خمروا على جنب، من بعد ما خمروا قبضت داك الصفر ديال البيض، غنزيد ليه واحد نقيطه ديال الخل، وغنزيد ليه واحد راس معلقه ديال الكاكاو المر. صافي غنخلط مزيان، وعندها نبي الخبز ديالي وندردر عليه الزرارة، يعني طريقه ليا سهله، خلطو مزيان باش ما يبقاش لكم هذاك الكاكاو مكور. صافي هنا الفران راه كيسخن، كي تبغيو دهنوهم ما تبركوش بالشيته باش ما يتهبطش لكم
هذيك الخميرة اللي خمروا، راه كيجيو زوينين من الداخل كما شفتوا معايا، ما كيجيوش معجنين وكيجيو خفاف. احتفظوا بيهم في المجمد، ديرهم في بلاستيكه واحتفظوا بيهم بمجمد، هكا جبدوهم القياس على حساب وليداتكم، عمروهم ليهم باش ما كاين، وصيفطوا معاهم من المدرسه. كما شفتوا درت عليهم زرار هكا ودخلتهم الفران حتى تحمروا ليا، وخرجتهم وغطيتهم بواحد المنديل وصافي، خليتهم تابردو ودرتهم في بلاستيك غذائي واحتفظت بهم في المجمد. وانا كما قلت لكم راه درت ميني باغيت ليهم شويه كبار، تقدروا ديروهم صغر من هادو باش يجيكم صغيورين، وردوا ليهم البال ودخلهم الفران. كيجي الشكل ديالهم على هذا الشكل، هذا كيجيو محمرين وكيجيو خفاف خفاف كما شفتوا معايا. واهم حاجه انهم صحيين، كتعطيو لوليداتكم ديو شي حاجه مطرسه صحيه. حتى الامعاء ديالهم راه مع المده، الدقيق الابيض الدقيق الابيض والبسكوي ديال برا راه ما مزيانش، يعني الوليدات كيمرضوا بالمصارن بالمعده. دخلوا ليهم حوايج اللي فيهم النخاله يعني صحتهم، يعني كما قلت لكم حاولوا معاهم شويه بشويه. يعني عندي صدر ديال الدجاج اللي طحنته مع شويه ديال الملحه والابزار، حنا من بعد ما خرج ليا الباكيت كيخرج على هذا الشكل. هذا دوزت هذاك الصدر ديال الدجاج في لاشابلو ودرته في هذه المقله، شويه ديال الزيت صافي، بقيت كنقلبو حتى طاب صافي. درت ليه الفرماج، هنا كنت دايره المدهوسه بالدقيق ديال الشعير وايلان ودقيق الذره. دابا نحط لكم الوصفه ديالها، حتى هي كتجي صحيه وزوينه صراحه. كيتبدلوا الاكل ديالكم الاكل صحي، راه كترتاحوا في الصحه ديالكم وحتى في وليداتكم. عندي الخس، بصله، مطيشه، الفرماج. من الاحسن تاخذوا فرماج نوعيه جيده، راه كاين واحد الفرماج كيتباع اللي كيكون رخيص، راه ما كيدوب من حتى شي حاجه، كيكون المذاق ديالو ما زوينش. اللهم نحضر لوليداتي مره مره هامبرغر، ونشري ليهم حاجه اللي هي مزيانه احسن ما انني نشري باكيه اللي كتكون فيها 24 وحده، وكيكون الثمن ديالها رخيص، كيكون المذاق ديالها ما زوينش وما عارفينش المصدر ديالها. هانتوما كتشوفوا الخبز ديال الهامبرغر كيجي على هذا الشكل. هذا كما قلت لكم عمروا لوليداتكم باش ما بغيتو. هانتوما كتشوفوا كي كيجي من الداخل، كيجي بحال القطن، كيجي زوين بزاف. حتى راه تقدروا ديروا حتى الخبز ديال الطوست على هذا الشكل هذا، وديروا في هذاك الخبز المول ديال الطوست وتقطعوه، كيجي خفيف زوين، وليداتي عجبهم كلاوه. يعني درت ليهم على هذا الشكل هذا، درت لهم الخس، درت لهم شويه ديال لي صوص، ما كنبغيش نكثر لهم لي صوص، يعني شويه ديال لي صوص هكا كنكذب عليا وكيما كيقولوا صافي. وحطيت لهم تغدى، الصراحه كلاوهم عجبهم، جاو ولدات، جاو المذاق ديال الزرع. وكنحاول انني كنقول لهم بلي هادو ديال الزرع راهم زوينين احسن من الدقيق الابيض. وصراحه الحمد لله وليداتي كيتصنتوا ليا وكياكلوا داكشي اللي كنعطيهم. كيجي الهامبرغر على الشكل هذا كما شفتوا معايا، الصدر ديال الدجاج كيجي ناشف ما مزيتش، تقدروا ترافقوه مع شويه ديال البطاطا في الفران، كيجي طبق اللي هو كامل ومكمل، وكتعرفوا شنو كتعطيو لوليداتكم. نتمنى نكون فدتكم، يعني داكشي اللي كنعطي لوليداتي شاركته معاكم، كيجي زوين على الشكل هذا كما قلت لكم. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، خليتكم الراحه ونتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله. نحط معكم هاد الرفيسه هادي بالدقيق ديال الشعير وديال الايلان وديال الدقيق الكامل، كتجي مدهوسه بالدجاج البلدي، كتجي رائعه وصحيه لذيذه بزاف، واهم حاجه انها مشبعه. خليتكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد.